نعم فرح، مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. بالفعل يعني اليوم نبتدئ من الغوطة الشرقية، حالة دارية وموقف دارية وموقف الأهالي من دارية. دارية هذه المنطقة التي اليوم سلمت بفعل فاعل، هكذا حال لسان أهالي الغوطة ومظاهراتهم العارمة التي اليوم خرجت من مساجد الغوطة الشرقية، تحديدا من سقطة ومدينة عربين، نددت بالقادة العسكريين داخل الغوطة الشرقية وإيقاف معاركهم ما عدا يعني جبهات حوش نصر. جميع المعارك في الغوطة الشرقية متوقفة، يعني ربما هو لتسليم دارية، هكذا قال المدنيون هنا في ريف دمشق. أما عن المنطقة الجنوبية للغوطة الشرقية كخان الشيح والكسوة ومناطق الثوار، هم صامتون كل الصمت حيال هذه المنطقة في معظمية الشام. أيضا طرحت اليوم نفس المبادرة بإخراج المسلحين الموجودين داخل المنطقة، لكن حتى هذه اللحظة لم ترد أنباء عن تسليم سلاحهم، لكن المفاوضات جارية على قدم وساق. منطقة دارية هذه المنطقة التي صمدت 5 أعوام بوجه قوات النظام، حقيقة حالة مأساوية تعيشها الأهالي، بكاء شديد من المقاتلين قبل الأهالي قبل خروجهم. يعني عندما يترك الشخص أرضه، يترك كرامته، يترك موضعه مسكنه المكان الذي ولد فيه، يترك يعني الحياة. لا أعرف يعني ماذا أوضح لك صورة الأهالي في منطقة دارية، هذه المنطقة التي حقيقة شهدت صمود الثورة السورية، شهدت صمود الثورة السورية بكافة بلداتها، تحملت ضربات النظام، تحملت أكثر من 7000 برميل قتل بها العشرات بل المئات من الأهالي، واليوم خرجوا باتفاق من قادات الفصائل واتفاق من القيادات، يعني قيادات الثوار، وحقيقة لا يوجد أي نداءات أو تلبية من قادات الفصائل لفتح أي معركة كان للتخفيف عن دارية. هذه المدينة التي صمدت 5 أعوام، يعني 700 مقاتل عاشوا في هذه المنطقة، صد قوات النظام 5 أعوام في الغوطة الشرقية، يوجد يعني أكثر من 35,000 شخص حقيقة. نعم 35,000 شخص حقيقة، البلاد تسقط، البلدة تلو البلدة حقيقة. ليس هناك أي تنسيق، ليس هناك أي معارك، دارية اليوم سقطت، ماذا ننتظر؟ هذا هو لسان حال أهالي الغوطاء الشرقية. اليوم المظاهرات خرجت بكل، يعني حتى الطفل خرج اليوم بالمظاهرات، ماذا ننتظر؟ ننتظر أن نخرج من بلادنا، هذا هو لسان الناس فرح. نعم بالفعل، يعني هذه دموعك وهي دموع كافة المدنيين أيضا في مدينة دارية. يعني طيب هذه كم يوم ستستمر هذه العملية؟ نعم فرح، 4 أيام هي المدة المحددة لخروج أهالي دارية. اليوم خرجت الدفعة الأولى وهي المدنيين. هم المدنيين أخرجوهم إلى منطقة صحنايا وإلى منطقة الحرجلة لكي لا يبقى أي شخص من رجال دارية، رجال الصمود، لكي لا يبقى أي شخص منهم. إن ثابروا الوقوف وعدم الخروج في هذه المنطقة سيقتل أهاليهم، هذا كان هو الشرط برعاية الأمم المتحدة للأسف. هذه الأمم التي خذلت أهالي دارية، التي قالت لهم أننا سندخل إليكم الطعام، لكن أدخلوا إليهم الباصات وأخرجوهم. اليوم يعني خرجت دفعة من المدنيين إلى منطقة الحرجلة، منطقة الكسوة، والثوار سيخرجون غدا إلى منطقة إدلب. الثوار في البداية قالوا أننا سنخرج إلى منطقة درعا، لكن النظام لم يوافق على هذه المنطقة، بل يعني آثر الذهاب الثوار إلى منطقة إدلب، هذه المنطقة التي رحبت بكل صدر، رحبت بكل ما تملك بأهالي منطقة دارية، وقبلهم منطقة الزبداني، وقبلهم منطقة مضايا وبقين، ويعني حالة مأساوية فرح حقيقة. يعني لا أعرف ولا أستطيع نقل الصورة، صورة الأهالي الغاضبين من هذا التصرف الذي حصل في منطقة الصمود، منطقة دارية.
طيب هذه يعني المدنيين وعملية خروجهم ستتم لقدسية وصحنايا، يعني هل هناك مخاوف على المدنيين من التعرض لهم هناك؟ طبعا منطقة الحرجلة، منطقة صحنايا، جميع هذه المنطقة هي لجان شعبية، لجان دفاع وطني، هناك تخوف كبير. لكن يعني الأمم المتحدة قالت بأنها ستؤمن، ستكون راعية للمدنيين الذين ذهبوا إلى هذه المناطق. لكن يعني حين خروج الثوار من تلك المنطقة سيخرجون على الفور بالباصات وسيلحقون في رجال دارية إلى منطقة إدلب، يعني في غضون ساعات. هم الآن يعني المدنيين هم برسم الأمانة حتى خروج المقاتلين من منطقة دارية. طيب التطورات الميدانية هذه، يعني أنت ذكرت أن المعارك بين الثوار وقوات النظام وخاصة على جبهة حوش نصر هي متوقفة حاليا. جبهة حوش نصر هي الوحيدة التي حقيقة تشتعل نار، يعني أكثر من 30 يوم وقوات النظام تحاول السيطرة على منطقة حوش نصر. حقيقة تقدمت قوات النظام وسط قصف جنوني هستيري لا يتوقف. نحن نتحدث عن غارات جنونية كالذي حصل في منطقة دارية عندما قصفت بشتى أنواع الأسلحة. الآن هي منطقة حوش نصر هكذا، الاشتباكات لا تهدأ لا في الليل ولا في النهار. لكن جيش الإسلام حقيقة هو الوحيد الذي يصد هذه الهجمات. فيلق الرحمن فتح معركتين لا تحزنوا ولا تهنوا، ومعركة أنتم الأعلوم وإن كنتم مؤمنين. لكن جميع هذه المعارك للأسف توقفت بعد يعني حصول الجيش الحر وتقدمه عدة يعني أبنية أو عدة أمتار في منطقة جوبر وفي منطقة المحمدية. لكن تفاجأنا بوقوف هذه المعارك في شكل كامل. هناك يعني حتى هذه اللحظة لا يوجد تنسيق حقيقة فرح بين الفصائل، حتى هذه اللحظة لا يوجد أي تنسيق بين الفصائل. يعني فيلق الرحمن لا يؤازر جيش الإسلام، جيش الإسلام لا يؤازر الفسطاط لا يؤازر لا جيش الإسلام ولا الفيلق. حالة شرذمة تعيشها الغوطة الشرقية. هناك نداءات من مجلس محافظة ريف دمشق، من المجالس المحلية، من المدنيين على الضغط للثوار لتشكيل غرفة عمليات واحدة، لكن حقيقة لا أحد يسمع، لا أحد يرى، لا أحد يتكلم. هذا هو لسان حال الغوطة الشرقية. إليك فراس.